السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على واحد السمكة اللي غادي نديروها في الفران، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. واللي عجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة، اللي جداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة وعلى التعاليق الزوينة اللي كتحطوا ليا. بسم الله، انا هنا غادي نوجد بعد ما غسلنا السمكه، غسلناها مزيان، غادي نوجد هكا نحك الثومه. كندير هنا 4 الفصوص ديال الثومه لانني غادي نرافقها هكا بخضر. كتجي ساهله دغيا كنوجدوها، ما كنتعطلوش بحال هكا الا كنا مزروبين بالغدا وفات علينا هكا الوقت، راه دغيا كنوجدوها ما كنتعطلوش فيها. صافي كنحك الثومه ديالنا بعد ما كنحكها كامله حكاكة رقيقه او كنهرسوها. غادي نجيب القزبر والمعدنوس اللي مطحونين، قطعتهم مزيان رقاق، غادي نضيفهم على الثومه. غادي نتبل، كندير الملح حسب الذوق، وكندير فلفل اسود او الابزار، كندير الكمون، كندير القزبر يابس، كندير سكينجبير، كندير التحميره او البابريكا، وكندير هكا الخرقوم البلدي او الكركم، كندير شويه ديال الشونيه، راس المعلقه ديال الشونيه هذه اختياريه، وكنعصر نص ليمونه حامضه، كندير زيت البلديه واحد نص كاس ديال زيت البلديه او زيت الزيتون، كيتواتى مع الخضر ومع الحوت كيجي مزيان. صافي كنخلط التتبيله ديالنا، وكنجي كنقطع هكا الحوته هنا الا كانت كبيره كبر من هذه نقدروا نقطعوها هكا مرصوات كبار. انا بحال هكا اكتفيت بها، بحال هكا غادي نديرها هكا على الطول ديالها، ولكن كنرشم هاد الرشمات باش كتشرب لينا العطريه، كتشرب هاد التتبيله اللي درنا كتكون مغسوله مزيان. صافي غادي نضيف ليها، غادي نحطها في واحد الصحن وغادي نضيف ليها هاد العطريه بيديه بحال هكا، كتشرب ليها هكا في الوسط ديال الحوته، كنعمرها هكا بهاد الشرميله، كندهن الوسط ديالها، ما تنقويوش بزاف باش ما تحرقش لينا هكا العطريه من الفوق ديال الحوته. كندهنو مزيان، نعمر هكا الوسط ديال الحوته والراس ديالها. صافي وغادي نجيب اللاطه بعد ما دهنناها بشويه ديال الزيت البلديه، كندير بحال هكا واحد البصله شلطة اللي كتكون هكا مشلطة على الطول ديالها، كنقطعها رقيقة، حنا موجدينها بحال هكا، غادي نسرحها في اللاطة، غادي نحط الحوتة ديالنا. ضروري ما كتكون اللاطة هكا مدهونة بالزيت، غادي نجيب الخضار، غادي نجيب التتبيله، كندير هنا واحد نص كاس ديال الماء، انا عندي كاس صغير هنايا، كندير نص كاس ديال الماء ديال العنبه، وكنخلط فيها هاد العطريه بحال هكا. غادي نجيب الجزر او خيزو اللي مقطع هكا مقطعينو رقيق هكا مصوات صغار، وكنجيب البطاطا حتى هي مقطعه هكا صغيره، كنتبلها في هاد الشرميله بحال هكا. ما ضروري كنخدم هادشي، كنخدمو هكا بيدي. وغادي نضيف البطاطا وخيزو هما الاولانيين، كما قلت لكم راه ساهله ما كتعطلش ودغيا كتوجد معانا، ما كان يعني ما كنضيعوش فيها الوقت.
الخضر اللي عندنا الا كانت عندنا حتى القرعه بحال هكا حتى هي كنديروها صافي، وكندير بحال هكا واحد الفلفله حلوه، فلفله حمراء، وغادي ندير الفلفله خضراء، عندي فلفله صغيره حتى هي كتشرب لينا هكا هاد التتبيله، وكنوزعها هكا في اللاطه، صافي كنجيب ما تبقى من هاد العطريه او التتبيله وكنوزعها بحال هكا على الخضار، لان مع الفران راه كتشرب. كندهن هكا مزيان صافي، وغادي نجيب واحد الحبه ديال المطيشه اللي كنقطعها هكا على اربعه مرصوات كبار، حبه راه كافيه، ونص ليمونه حامضه، وفلفله حاره، نحطوها هكا فوق السمكه باش ما كتشربش لينا مع ديك البليله، تقدر تطلق، واللي ما تيبغيش الحار ما يديروش. هنا ما موجودش عندي الزيتون، الا كان عندنا الزيتون كنزيدو الزيتون حتى هو، كندخلوها الفران على درجه الحراره 180 وكنخليوها بحال هكا. خدات معنا 20 دقيقه وكانت هكا الاكله ديالنا راها طايبه، كيف ما قلت لكم ساهله، كنقطعوا الخضار بالخف دغيا كنوجدوها، نتوما شفتوا معايا راها طايبه كتجي لذيذه، حتى الجزر حتى هو راه طيب وكتجي رائعه وسهله. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي جداد على القناه واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على المشاهده وعلى التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا. غادي نخليكم مع الصور وغادي نقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.